ولكن كنا ديما كنحتضروا في الامراض اللي هي معروفه مثلا السكري لا راه مزمنه القلب هذه التونسيون رمضان. دابا حتى اين جاتنا الفكره ان علاش لا كاين واحد الشريحه اللي خصها اللي من المفروض اننا نهتموا بها يعني كتطلب واحد التحسيس يعني واحد العمل جاد لان كما قال الاخ عبد المنعم راه كل مهنه ولا عندها مشاكل كبيره راه ما كاينش شي مهنه اللي كيدوز مولاها بسلام خصوصا حنا كنديرو داك الشغل دونك هذا الدور ديالنا التحسيس خصوصا كما قال الاخ منعم مازال كنذكر الكلمات ديالو الحمد لله ان كاين واحد المدونه الشغل اللي هو قانون يعني قوانين اللي ما تبدلش قانون اللي جاري بالعمل اللي كان بالعمل وعلى صعيد الشركه انتم عارفين لا كان الصباغه مثلا او لا الحداده او لا هادو ديال الفلاحه راه داكشي تيكون مهيكل راه كاين العمال وكاين ناس في الشركه تيبغوا يعرفوا هاد الناس هادي كاين المندوبين العمال كاين الممثلين اللي دايروا مع صعيد النقابات كاين المجلس ديال الصحه والسلامه ديال الشركه اللي كتلقى فيه واحد الطبيب اللي هو تسمى طبيب ديال الشركه او طبيب الشغل وهذا كيتسمى العمود الفقري في الشركه يعني بقرار منه اما يحيد العامل او لا يردو او لا يعطيه واحد البوست ديالو او لا يخليه كتبقى له كامل الراي في التنسيق ديال الاخر بالاضافه على طبيب الشغل كتلقاه كتلقى مندوب الشغل كتلقى الانسبكتور ترافاي اللي هو مفتي الشغل كتلقى طبيب انسبكتور ترافاي كلشي متسلسل يعني كياخذوا واحد المنظومه اللي وهذا الشيء كله السلامه والصحه ديال داك العامل شي كان كيخدم باش يخدم الصحه ديال العامل لان كنعرفوا بعد الدراسات كنلقاو ان في اي ميدان ومازال ان شاء الله كما قال الاخ منعم راه عندنا ان شاء الله برنامج عمل الا بدينا بالصباغه جات بالاخوان ديال الجمعيه راه كاين الناس ديال الحديد ديال السدور داكشي المشاكل ديالهم كاين الناس ديال الكوافيور ديال الحلاقه والمشاكل ديال دوك لي برودوي اللي كيستعملوه داكشي ديال الصباغه هذاك راه عالم اخر عندنا الناس اليمينيه اللي كيخدموا في المناجم المشاكل ديالهم الضغط مثلا تحت الارض الحراره هذه خصوص كل من جمعه والمشاكل ديالو كاين لو فير مثلا اللي كيشمو ديك الريحه ديال الحديد عندنا مثلا داكشي ديال الفلاحه الفلاحات هما عندنا حتى لي بولونجي المخبزه المخابز والمشاكل ديالهم يعني راه في الميدان كاين المشاكل ديالهم دونك الا درنا شرح مره اخرى ان شاء الله نتطرقوا نحاول ندير واحد العرض اللي هو شويه مختصر وكنعتذر لان باش نحاول ان شاء الله نوصل غير الميساج انا في عادتي ماشي خصني نقرا اولا الفرنسيه ولا العربيه انا كيهمني هو رساله توصل حاول نوضح العرض ان شاء الله مختصر اللي فيه مثلا نعرفوا شنو هي الصباغه واخا نتوما تعرفوا اكثر مني لان انا حرفيين ولكن انا اللي نعرف ان شاء الله هو مشاكل مرتبطه بالصباغه كيفاش يعني نتخلصوا منها شنو هو سبيل الوقايه اذا عناصر العرض بغيت نطرقوا لتعريف الصباغه هذا غير واقيلا نطفل عليها لان نتوما تعرفوا اكثر عندنا انواع ديال الصباغه نتوما تبارك الله عارفين هادشي اكثر من اي واحد كاين اضرار ومخاطر الدهنات يعني الصباغه اضرار ومخاطر ديالها كاين السلامه المهنيه اللي هضر دابا عليها السيد منعم السلامه المهنيه من مخاطر الدهان والطلق يعني السلامه المهنيه نهضروا على السلامه المهنيه شنو خصنا نديرو هناك واحد القواعد واحد الارشادات للسلامه والصحه المهنيه الناس في اي مجال الا راه يعني عندنا التخصيص ديالو وعندو قوانين ديالو وعندو الوقايه من المسائل الوقائيه وكاين الطبيب اللي كيتبع هاد المسائل هادي كاين الشروط اللي واجب توفرها في ورش الطلاق ديال الرش هنا كنهضرو على الطلاق بصفه عامه يعني لا بانتور لا الصباغه بصفه عامه راه كنقصدو الصباغه مثلا ديال الديور الصباغه ديال الجير الديور الباطيمات انتوما عارفين هادشي وكنا شويه على الصباغه ديال الرش يعني الصباغه ديال الرش عندنا فيها مشكل بزاف الرش انتوما عارفينها بحال داكشي ديال بيستولي ديال الطوموبيل ديال الفيرني ديال المسائل بحال هكا هادو تما كتعرفوها كنشوفو الاخطار ديالها ونطرقو في الاخر الاجراءات الوقائيه التي يجب اتخاذها عند التعامل يعني بعد الطلاق اللي كنساليو الطلي مثلا نساليو هادي شنو خصنا نديرو راه ماشي كنسبحو بداك الشيء وهادي راه كاين مسائل يعني متشبكه ومرتبطه ببعضياتها غندوزو تعريف الصباغه اذا الصباغه كما تعرفو كاملين او لا الطلاق هو امر كتسائل او يمكن التمييع يعني تيكون سائل او لا كنحاولوا حنا كما تنقولوا ديليو دوبو ولا تيكون مركب واحد صمغي يمكن ان يغطي سطح الماده ولا مركب صمغي بحال الصاف اللي عندي تبعات هادشي والدور ديالو هو اللي كيغطي واحد الماده بطبقه رقيقه بعد ان يتسلط ملي كتكون عندي كنحكو كنصبغو باش تعطينا واحد المنظر واحد هذه
الصباغه لان هذا عادي. الوا الصباغه كنا كنعرفوها وخصوصا نتوما تعرفوها اكثر مني. كاين الصباغه المائيه ياك كنا بزاف ديور الصباغه كنعرفو مثلا هذا الصباغ ديال الصباغه الماء هذا الصباغ ديال الزيت. دونك المائيه راه كاين لاكريليل وكاين فينيليك كاين لا فينيليك ولا كريليك الاسماء ديالهم. كاين الصباغه الزيتيه كما كتعرفوا الصباغه الزيتيه وكانت باش كتخلط باش كيدي دونك هذا نوع اخر الصباغه وكتخلط من اول الخطير لان الخطير شويه في هذه الماده اللي كنهضر عليها الزيتيه مثلا تنطبقوا لها هو انها باش كديروا ليها باش كتخلطوها انتم عارفين هادشي ياك كاين غالبا كنلقاو الواد سبيريت ولا ديليون ولا شي حاجه وهاد الديليون الخطوره ديالو هو علاش مكون ملي كيجي هاد الديليون يعني كنستعملو شي حوايج اللي ربما ما كنعرفوش ما نستعملو يعني هو سبيريت هذاك من يعني لي ديريفي ولا المختزلات ديال البترول كيتجبد من البترول يعني وكاين مواد طلائيه اخرى بحال لاكي معروف كاين الفيرني كاين ليكول كاين لي ديكابون هادو انواع الصباغات. دابا نهضروا واحد نهضروا شويه على 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 الاضرار ديال هاد الدهان يعني او الصباغ يعني كما كتعرفوا اي مجال واي دومين ولا اي مهنه راه كتكون دراسات عليها كتكون دراسات الناس معرضين ليها مثلا شحال العادات شحال هادي غالبا في طب الشغل لا على برا كنديروا الدراسات بزاف. اذا كاين واحد المعهد اللي هو تسمى ديال القياس التقييم الصحي ان معدل التعرض للرصاص شنو هو الخطوره في هذا الشيء هو التعرض للرصاص راك عارفين ولا ربما تكون عارفين ربما ما عارفينش الخطوره ديال الرصاص على الجسم ديالك حتى مثلا غير داكشي الخزان كنسول واش فيه الرصاص ولا ما فيهش الرصاص يعني ما فيهش الرصاص صحي فيه الرصاص راه كارثه على الجسم ديالك. اذا دارت واحد الدراسه بصفه عامه 2013 اللي تقريبا واحد العدد ديال 853 الف حاله وفاه بسبب الاثار الطويله على الصحه هاد الناس ديال الصباغه اللي كان كيستعملوا شي مواد كان فيها الرصاص اللي داروا واحد الاحصائيات لقينا بان 853 الف حاله وفاه اللي ماتوا العالم كامل. الاثار الطويله الاثار الطويله سميتو على الصحه لان كنعرفوا الرصاص عنده واحد الاثار ولكن ماشي ثاني تيكون بشويه 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 بحال بعض الامراض. كما كان النسبه ديال التعرض لهذا الرصاص 9.3% بسبب الاعاقه اللي مات راه مات اللي ما ماتش شنو كيوقع له من بعد كتوقع له اعاقه ذهنيه كتسطر عليها وكاينه وقع اعاقه ذهنيه بسبب اللي هو الرصاص بخصوص الاطفال لان تيقول ديما الطفل ما خصوش يوصل لبلاصه اللي صغار علاش لان الطفل باقي صغير الدماغ ديالو باقي تكوين النمو لان مجرد كيتعرض لهاد الماده راه اوتوماتيكمون لا سميتو راه كاين اعاقه ذهنيه ديال الطفل. هناك امراض القلب كتاثر في هاد الماده كاين امراض ديال القلب من بعد وكاين واحد الاضرار من بعد اللي غادي نشوفوها اضرار اخرى غنشوفوها ان شاء الله غادي ديال كل شيء. اول حاجه تسكن الصباغه كتستعملوها يعني سواء كتكون مثلا اي نوع ديال الصباغه الا كيخلعنا هو بدل الرصاص كتاثر كتاثر عليها بزاف وكنسطر عليها لان الرصاص اصابه اش اول حاجه كتسبب والناس ديال الميدان راه يكونوا عارفينها كتكون مثلا شي حاجه ريحه ديال الكوليو كيفاش كيصبح الراس ديالك اولا شي مثال الصباغات بالزيت ونعسي فيها كيفاش كيصبح الراس ديالك شوف العينين ديالك شوف الراس ديالك شوف الفتح ثقيل واش إذا هي اللي كنهضرو عليها كاين الصداع المزمن كاين الشعور بالتعب والإرهاق من كتصبح حاجة تنقولو مخدر قلنا تطور الدماغ ينقل عن الطفل بس ديما داخلي هذا الميساج ديالنا تطور الدماغ لأن الطفل خصو واحد الصحة خصو واحد الحياة السليمة خصو يعيش واحد السلام بعد ما هو خطير بعد ما تشوف ديال الصباغة بعد الحاجة ديالك خاصها تصب الدماغ ديالك والناس كنلقاو كنلقاو الدماغ ديال الطفل كينمو واحد شويه يعني كيبدي واحد يعني كيطور واحد الطريقه اللي هي باش بحال الناس تيبقى واحد الروطاج ديال واحد التراجع ديالو ملي كيتقل الدماغ ديالو اوتوماتيك مش كيوقع تيوقع الذكاء ديالو كيقص دابا الناس اللي كبروا بهاد الباكلات يكونوا واعيين مطورين كتلقى الولد غادي هو كيرجع لورا وهنا كتوصل حتى بعض المرات التخلف العام وهاد الحالات كنهضروا عليها اللي تقول تقول ماشي تخلف العقل اللي مسكين كيبغي يرجع للور رجع للور حتى تمشي عليك واحد الحاجه اللي كنشوفوا هاد الريحه ديال هاد الماده كنشموها اللي هو الرصاص كنبقى في اطار الرصاص قلنا كيدخل الجسم ديالنا ياك فين كيمشي هاد الرصاص لان كيما واحد المره درنا واحد العرض ديال السكري واقيلا تيتزاد مخزون السكر عندنا فين كيمشي الجسم ديالنا كيخبيه ما كيبقاش خصو يخليه غير
مازال شحال خصو يتحاب في كيتشي اوتوماتيكمون كيتسخن اما في الكبد ولا في الاسنان عارف حاجه اللي فيها كاسيون فيها الراس تمشي الاسنان والعظام ديالنا ولكن مع الوقت شنو كيوقع تيوقع لنا التغريب ديال الاجهزه كامله تصور راسك في الكبد او في الاسنان راك الاسنان تمشاو كتلقى الكبد ضعيف كيتقاس ولا تقاس الكبد كندخلو في الامراض الكبديه يعني هو السيرو الله يحفظك كتعرفو ثلاثة شمو الكبد كتسمع سرطان سنتا يعني الكبد مكيناش خدمتو كاينة حاجة أخرى اللي نذكر بها في هاد المسألة ديال الصباغة كاينة واحد المادة اللي خطيرة بزاف خطيرة وكتكون غالبا كنلقاو في الصباغة ديال الماء ماشي ديال الزيت وهاد المادة واش كتعطينا أي إنسان كيسقشها ديجا تتسبب له في الدقة يعني في مرض الرب ولا الحساسية تسبب يعني راه كاين حالات الانسان مول الضيقه ولا مرا فيها الضيقه تعرضت مثلا شي بيت ولا يحسب شي بيت فيها هذه الماده راه تقدر تسبب لك انت الانعاش ديال الموت لان مول الضيقه شنو شنو كتعرف انت اللي كتعقد الامور كيوصل لها سوفيزونس يعني كيبقى صافي النقص في التنفس كيبقاش النفس والضيقه شحال كتلقى السنابات ديال الضيقه زعما يعني ما كتبوش التنفس حد اللي كيوصل له واخا الانعاش ما كيبناش ولا هضرنا على دونك الراب وهضرنا على حساسيه الصدر ما ننساوش انه كيصير التغذيه حاجه كاع كتشكل الشم وكتعلق المواد اللي هي سامه ولا كيميائيه راه كاين مشكل ديال ديال الكونسيرج واخطر حاجه مازال كنعاودها هو الاصابه ديال المخ دابا هنا كاين احتمال اصابه الكبد هادو الاخوان راه الصباغ راه الانسان تيعيش خدام بالتالي ساعه وجع عامين ثلاث سنين ولكن المضاعفات كيبانو من بعد وراه حسنا ماشي حسنا الشرف للاسف ان تلاقينا ناس اللي دوزوا سنوات الصباغه وعندو هاد المشاكل دابا خرج كبير مسكين ولكن مريض كتجي كتقلب في القرار يعني تراكمات كانوا وقعوا قبل اذا كنأكد على المخ المخ هو اللي صعيب يتقاس لان تقاس المخ راه صافي يعني شي وقف كيوقف يعني دخلنا في الانبوبه كيدي حتى الموت تقاس المخ عندنا مشكل اخر ديال الكلى مثلا الكبد الاسنان على الرئه ما ننساوش الكلاويه علاش لان اي ماده سمومه كتخرج ديالنا راه تيتم التخلص ديالها بحال الادويه الادويه كنشربوا راه التخلص ديال هذه الماده كتخلص لنا الجسم ديالنا عن طريق الكلى تصور الكلى تعطي واحد الماده سامه باش تبقى هذه الكلاويه اذا كاين ثلاث ديال الكلى ديال وظيفه الكلى وإذا هضرنا على ثلاث ديال الوظيفه الكلى يعني كيولي واحد الكلوه اللي ما خداماش ما كتصفيش والنتيجه الله يحفظ هو انها كتوصل للدياليز كتسبب الدياليز راه ملي كيوقفوا الكلاوي كيدوز الانسان الله في الدياليز ليش باش كيصفي الدم ديالو يعني ملي كنهضروا على الدياليز راه الحياه والموت تسمى حماحي ميت وهادشي كنخصو يتفادى الانسان قبل ما يهد كاين مشكل اخر الله يخليك كما كنهضر على الرصاص راه كاين مشكل كبير لاحظنا بزاف كاين فقر الدم الرصاص عنده تاثير كبير على الصحه ديالنا وبخصوص فقر الدم علاش ان الناس تبغى في الشركات ضروري الناس لان عندنا تيكون واحد البيلون ولا واحد التحاليل اللي داروا بصفه دوريه منهم كنطلبوا التحليل ديال الدم اللي كتعرفوا ديال الدم عاديا كتشوف الكريات الحمراء البيضاء هذه اللي نفس علاش ضروري وكتسمى سيستيماتيك باش تشوفوا واش كاين شي تحول في يعني في شي نقص الدم ديالو ولا لا ماشي الانسان خدام وغادي راه التحاليل دوريه والناس الشركات راه كيحتارموا هذا الشيء وكاينين لان كانت الشركه تيكون يمكن كتكون خدمه شويه دونك ما بقيناش كيبقى الانسان يخدم وصافي هضرنا على فقر الدم هضرت على التونسيون كلهم الحقائق كلهم المضاعفات ديال الصباغ كاين واحد القضيه اللي خطيره بزاف هو ان هاد الماده ديال الرصاص وهاد الماده ديال البيكري اللي كنشوفوه هاد الماده ديال الارسينيك هاد المواد اللي خطيره اللي كيميائيه عندها وقت علاش نقولوا بان الطفل ما يوصلش لبلاصه ديال الصباغه او لا المراه الحامل كنأثروا عليه كنسطروا على هذه المراه الحامل علاش؟ لان كان واحد التاثير مباشر على الاجنه راه حبش مازال تشال الجني مشى راه يبان الله حتى يموت لما تيخرجوا تيكونوا تشويه تشويهات يعني علميا تبوته ماشي تعطي واحد الماده الله يحفظها راه كتنتهي تيكونوا تشويهات الجنين كيوصلوا كتزادوا الضعف ماشي ماشي في صوره الانسان ولا كيموت ما كيوصلش مثلا السن ديالو بشي 9 شهور ديالو كيموت دابا نهضروا واحد بصفه عامه على ورش ديال الطلاق
انا اختارت يعني كنواجه كاين مسائل بزاف. انا غير ليا انا علاش كاين ديك لابريسيون كاين هذوك اللي ديال اليوم كتلقى ديك السولفون هذه الناس ديال الطوموبيل صح عليها شي كثر، ولكن ما كنعرفوش الناس ديال البيول هنا غير شي البيول الا كترش هنا راه كتستعمل هنا. دونك تكون تعرف بان هاد الورشات ولا زرتو شخصيا لان كاين واحد غونفلور كاين مواد اللي هي خطيره يعني انفلاماب اللي كتشتعل اللي منهم كتلقى لي واتس بيريس في الجلد القرعي كتلقى لي ديال اليوم راه غير بلي فلو قدر تدير في وقت دير حرائق تما. كاين ابخره كاين غازات اللي كتنتج على ملي ترش وهذا هو اللي كنحثو عليه وكنخافو منه وكنصحو الاخوان لان بوز راه ترشات بريسيون راه كاين فيها غازات لا سيرفاس كلها يعني كتهتم الغازات وهنا المشكل هو الغازات ماشي الكولي تسال شكون دابا ولا هضرنا على الغازات يعني الجهاز التنفس للاسف انا ما عنديش ورشه ديال الصباغه المعلم كيصبا ولا شي حاجه وتلقى مثلا السيد كيتعلم حدا واخا واقف في الفران ولا هادي راه السيد بلا حد الصباغه طالعه السيد بلا حمايه واقف كيتفرج مع راسو في هادي امور عندو عادي. دابا نهضروا شويه على المخاطر ربما سبقت الاحداث ولكن مزيان ديروا له رقيب ديروا التفكير باش اللي كنهضروا على الصباغه بصفه عامه كاين المخاطر ديالها بحال اي مهنه راه بولونجري ديال الناس ديال الخبازه غير فران عاد كيصوب الخبز وراه عندهم مخاطر ديالها وان شاء الله نطرحوا لهذا الشيء هذا التطبيق الشو عندنا هذا هو المهنه ديالنا مواضيع بزاف كثيره واي مهنه نزلجات ان شاء الله. اذا اولا هضرنا على خطر كبير مناش دوك المكونات لان الصباغه كتجي مزيان فيها مواد سامه فيها المواد اللي كنخلطوا بها على سبيل المثال كاين ديفيون كاين واد سبيريت الناس ديال الصباغه راهم يجيو بهذا الشيء ربما ما هو صحيح يفيدكم اما كاين التعليق ديال البيدان راه انتم ما عرفتوش اكثر منه. الا هضرنا على خطر كيميائي يعني كنهضروا على اخطر بزاف ذكرنا دابا كاين اصابه الدماغ مجرد ما كتشم راه هو كل اللي كيمشي من مواد كيميائيه كتشم للريه الريه كدوز الدم لان كاين واحد السيستيم واحد الطريقه ديال التبادل الا كتنفسو اللي كيمشي من الهواء كيمشي للريه سبحان الله على واحد المستوى ديال الريه كيدوز اللي شاد الدم داك الدم كيمشي للقلب من القلب عاود كيدوز كيتبع بحال شي بومبا بحال البومبا باش كيطلع الدم كيمشي للسوس ديالنا الرياضه يعني اي حاجه شميناها كدوز داك الدم ديالنا اوكسيجين راه كيتعاش شمينا شي حاجه اللي مثلا الريحه ضوء علاش الانسان ربط البوطه تسخن يعني كاين علاقه بين الشم والسخط يعني كدوز الريه سبحان الله العظيم كيتشارج هذيك الماده في الدم واحد الميكانيزم ديالو شي معقد اللي كيدوز الدم كيدوز القلب من القلب كيدوز على الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى الجهه اليسرى كيدوز الجهه اليمنى اللي هي كيعرف بدخا بدخا كتدفع واحد الدم واحد الجهه اللي كيطلع من الراس كيمشي للاعضاء يعني كان اوكسجين ديال الاكسجين كتبدا السمر كتمشي للكليروس ديال الكبد ديال الراس باش تمشي هذا هو الشرح ديالو. قلنا خطر كبير في الدماغ فيه الخصوبه بغي يخليك الخصوبه لان مجرد ما يستنشق هادشي ولا كيتعامل معاها راه الجنين شافيها راه اما الموت ديالو في الساعه اما يعني تكون واحد الولاده الله يحفظك شوف هضرنا على الامراض الجلديه مادام مشكل كيميائي دونك مجرد ان كنلبسوا هاد المسائل راه كاين حساسيات كاين التهابات على مستوى اليدين كاين تقرحات نعطيكم مثلا بحال دابا الانسان اللي كيكون خدام مثلا في الكبس ولا السيما كتلقى مثلا كله ديكزيما هادو هي الناس كنشوفهم عادي كتلقى في خدام تقول مثلا في الدليقه السيما بدات في الحساسيه راه نفس الشيء عندنا حتى في السيما المخاطر نخرجوا شويه ما هو كيميائي ما هو تكون ديال الصباغه انتم عارفين المخاطر الاخرى كاين الله يحفظ السقوط يعني من المرتفعات شحال مره سمعنا واحد كيصبغ في باطيمه تطيح الارض يعني هنا كنطلبوا ناس كنهضروا على القضيه ديال السلامه السكيورتي ديال الصحه والسلامه ديال الشريحه ولا واحد السقوط كاين مخاطر اخرى اللي هما اللي في اللغه ديال الطب الشهر كيتسموا لي تامس لي تروبل ميسكولوسكوليتيك ولا اختلالات على مستوى العضلات والهيكل العظمي غادي نخليك مهمه هذا ميساج مهم لان علاش هادو امراض اللي ما كاينين الطب الشهر واللي عندهم علاقه بالعضله ديالنا وبالهيكل العظمي ديالنا شنو هما هاد الحديد واخا تخيل هذا الشيء واخا تروح شوف درك
كان كيخون كامل لان ديالنا بالنسبه ليا مهنيا ياك قال هو اللي كرت اين اليوم السباق ديال هذيك حيت هذا هضروا على شويه ديال الاخطاء ديال ماشي مشكل ولكن نتمنى ان مثلا يكون برا يكون هنا